أقامت هيئة التميز الإبداع حفل تتويج الفرق الفائزة في البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية لعام 2021 الذي أقيم على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون. هي جزء من تطوير آلية التعليم اللي اتبعناها بالمناهج المطورة. نحن اليوم لا نريد الجيل الجديد أن يكون جيل متلقي وجيل مكرر لما يوجد في الكتب وفي الدراسات، نريد جيل قادر على التفكير الناقد، على البحث، على الدراسة، على الاستقصاء واتخاذ القرار. طبعا هذه المناظرات التي رأيتها اليوم هامة جدا، لأنها أولا أعطت المجتمع فكرة أن الجيل الجديد قادر على الحوار، قادر على النقاش، ومجرد عملية النقاش والحوار هي عملية متطورة في التعليم. هذه الطرق وهذه الفعاليات هي تنمية فكرية عالية المستوى. الحقيقة عم نشوف في طروحات مميزة، عم نشوف في نقاشات مميزة. بالتأكيد اليوم واحد من المجالات اللي تم طرحها أو واحدة من المناظرات كان عن قضايا اقتصادية، هي هامة جدا. بالتأكيد البحث بسرعة عن هذا المحور والنقاش فيه والدفاع أو انتقاد هذا المحور هو جديد يتعلم شبان وشابات من خلال هذه الفعاليات. نحن بحاجة لمثل هذه الفعاليات بشكل دائم لتطوير منهجية التفكير. المناظرات المدرسية هو واحدة من المشاريع الحيوية الموجودة بهيئة التميز والإبداع، لأنه الهدف من هذا المشروع مو بس لحنا نعمل مسابقة وطنية مرة بالسنة تتنافس فيها الفرق المدرسية وخلص. حقيقة هو نشر لثقافة المناظرة وأسلوب المناظرة، وخاصة أسلوب البحث العلمي في مناقشة أي قضية سواء كانت بالشأن العام أو قضية عالمية من قبل الطلاب أو الجيل الشباب. عم نحاول نخلق ثقافة جديدة بالمجتمع السوري عن طلاب المدارس، تمهيدا لدخولهم الحياة الجامعية ومن ثم العملية. هؤلاء هن المستقبل، وهن اللي المفروض يتعودوا على ثقافة كانت سائدة في الماضي حقيقة وتراجعت كمان بسنوات الحرب، يلي هي تقبل الآخر، المناقشة من أجل الوصول إلى قاسم مشترك وليس من أجل الإقناع. وحصل فريق مدرسة المتفوقون الثانية في السويداء على المرتبة الأولى بعد فوزه على فريق مدرسة طائر الفينيق من طرطوس في مباراة نهائية. تعبنا كثير لوصلنا لهون وسهرنا، بس بما أنه الشغلة منحبها فنحن رح نكمل فيها للأخير. وشغلة المناظرات هي شغلة أول شيء بتخوينا نحن كأشخاص، بتخلينا نزيد مستوى التفكير عنا، نفكر أو نطلع الموضوع من طريقة ثانية. كان عندنا شغف بالمناظرة، كنا عم ناظر للشغف مو للبطولة. بعدين بس صار في البطولة الوطنية للمناظرة قدمنا عليها، ومن بعدها صرنا نشتغل للبطولة. يعني تجربة المناظرة هي تجربة كتير مهمة أثرت بكل واحد فينا، لأنه هي حقيقة بتعلمنا قيم تستمر معنا بالمجتمع. من خلال بتعلمنا ثقافة حوار، نستمع لبعضنا، نتقبل بعضنا، نقدر عن جد نتفهم أنه ممكن بأي موقف يمكن نتعارض مع آرائنا بس يكون فيه شغلات إيجابية بتأثر. هذا الشيء يعني عززته المناظرة، خلتنا نحن نتوسع بمدارك تفكيرنا، نفكر بقضايا عن جد نحن كشبان هلأ ما بتخطر لنا بحياتنا اليومية. هاي القيم والتجارب هي الفوز عنا بالمناظرة أكثر من المراكز اللي نحن وصلنا لها. مشاركتنا بالمناظرة اليوم كانت واسعة الآفاق، جادلنا بشكل كبير وتعبنا أكيد كتير لحتى نوصل لهذه المرحلة، للمرحلة النهائية اللي هي البطولة الوطنية على مستوى سوريا. نحن هلأ لعبنا لعبتنا لليوم على أساس إن كنا مركز أول أو إن كنا مركز ثاني، فنحن أكيد ربحانين سواء على أي من هدول المركزين، لأنه نحن قدرنا إنه نأخذ التجربة، قدرنا إنه نتعامل مع الفرق الباقية من باقي المحافظات وتعرفنا عليهم، وأكيد كانت تجربة كتير ممتعة وكتير كانت حلوة. أكمن أهمية المناظرات أنها تساعد على صقل مواهب المتعلم وتعويده على إتقان فنون الخطابة الرامية إلى بلورة الرأي في إطار احترام الرأي الآخر ولو كان مخالفاً، فهي تعزز الثقة بالنفس وتنمي الشخصية وتمكن من تطوير طرق وأساليب الحوار العلمي والمقنع.